كلمة تنمر اللي ترجم لها للدارجة تعطينا هي تطلع أو شتنا في بعضياتنا، داكشي علاش خرجنا نشوفوا الشارع المغربي ونسولوهم حول هذا الموضوع. يلاه معنا. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام خويا. صافا بخير؟ الحمد لله. كي غادي مع الجو زوين؟ والله إلا هو هذاك بخير أخويا، بعد منك بنادم أخويا. شنو كتعرف على التنمر؟ لا ما خصش يكون داكشي تاع الخلق تاع الله، كيبقى خلق تاع الله. أنتِ كيقول لك سيدي ربي فأروني ماذا خلقتم. صح. أنتِ قال لك فأروني ماذا خلقتم. حاشا اننا نديرو في داكشي تاع خلق الله، لان خلق الله كيبقى خلق الله سبحانه وتعالى وهو اللي قد به. موضوع التنمر اخويا تقريبا بحال تمييز بحال التنمر. التنمر كيتنمر على شي واحد قصير مثلا، شي واحد في اللون ديالو، انت كيدير، انت خايب، انت زوين، فهمتي؟ هو التنمر خويا هو اللي كنعيشو دابا حاليا. داكشي واحد المنظر دابا الدري شتي كتنمر على الدري. صافي هادشي اللي بان ليا فيه. والتنمر اخويا الله يهدي بنادم، واش واحد المريض وانت كتضحك عليه، ولا واحد ما عندوش انت كتشفى فيه؟ راه ربي كبير اخويا، الله يهدي بنادم اخويا. عمرك طحتي في هاد السيتياسيون ديال التنمر؟ هاد السيستم طايح في اي واحد اخويا، راه النقابه في كلشي، الحضيه في كلشي، كيخليو يهضروا على الاسعار وما كيحدوا بنادم عليه. واحد مريض ولا شي واحد فيه شي اعاقه، علاش انت تسبو؟ علاش انت تهضر عليه؟ بعد منو ما تعرف ربي باش يبالك. صح. الله يهدي بنادم اخويا. شنو نصيحه لهاد الناس؟ وانا نصيحة الناس اخويا، الناس خصهم يتبعوا في العمل، يتبعوا في الخاوي، يشوفوا واحد المرض بقا يتشفوا فيه. ثم الله يهديكم، هضروا على الاسعار، ما تهضروش على الخاوي، ما تبقاش حاضين بنادم. انا كنتنمر يا ربي تسمح لي. ما عمرك تنمر عليك شي واحد؟ تا هو معانا الدريني، تا هو كنتنمر عليه ويتنمر عليا. جيب انا اخويا. ضحك ولا بصح؟ لا بالضحك، تا هو اللي ضحك. عشيرة. واحد اخر تشاوى وحداك انا جاي وديما بين العشران، ديما نضحكوا مع بعضياتنا، واحد يتنمر على الاخر ديما. كتنمروا على بعضياتكم ضروري. ويل شي نصيحه للناس اللي كتنمروا؟ واش نقول لك اخويا، دير عقلهم وفهمتي. مي يعني اللي بالضحك هاني الضحك، ولكن ما يفوتش فهمتي، حيت كاين اللي ما تيتقبلش الضحك، كاين اللي تيضر خاطره. بحال اللي عنده شي حاجه شكون فهمتي شي فهمتي بحالك. انا مور لا طحتي بنتي. بنتك؟ وي. تقدر تعاودينا القصه ديالك كيفاش طاحت في التنمر؟ بنتي عندها واحد رجل بلاط. انت الله يشافيها. امين. لدرجه انها كانت كتعرج بها وكانت الحمد لله، وكانوا البنات كيضحكوا عليها في المدرسه كيقول لها معاقه. صح. انت كتجي عندي كتعاود لي لا لا ما يبقاش. كتجرح لداخل حتى هي. كانت كتجرح، دابا لا الحمد لله تقوات و نضج الناس كيكبروا عاوتاني. وي الحمد لله. لا شي نصيحه لهاد الناس اخالتي؟ ايوا الله يهديهم. الله يهدي الجميع. والله العظيم الله يهديهم، هادشي اللي غنقولوا. صح. الله يهدي الجميع. انت انسان، راه الانسان ما كاملش، مهما يكون الانسان ما كاملش، الكمال لله سبحانه وتعالى. انت كل واحد عنده حقه في العيب، عنده حقه في كل شيء. النصيحه ديال الناس انه يتقبل الواحد كما كان، في لونه، في طولته، في قصوريته، في فورمته، كما كان. حيت الا كان قلبك زوين، عقليتك زوينه، عمر ربي ما غيخيبك. كنتي انت خايب زوين من على برا وخايب من الداخل، عمر ربي ما غيسهلك. كانت هذه اراء مواطنين حول التنمر. كاين اللي كيشوفوا ان فلافضي، كاين اللي كيشوفوا كوميدي. تلاقاو في حلقه جديده سيغ ما 5 تي في. تهلاو. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ما 5 تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.ma5tv.ma.